رحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما وصلنا أمة الصومالية ميلك تسي شوكتو ولا شيء رضوان بعد الله الله يسأ ساعك تاريخ دوات دوبي طبعا كي بشي كوبي تفنات في توزن 17 هل كان ساعك وحي سوي يميت إن ضد بدن الصومالية ده هو يو ينو بدن إيو إن ورجيس كحافظة كمونت واكر يوث واكر يبوليس كحافظة يسوي يميت وسيد أكتهيم بقى دي بعد طب بدن عيادة دينتين كل عيساد هوري وصفا مغشين كنت واحد بدن عيالا قاها ضي مانتا وقاها ضفر بدن والله يسوي دارس دي دولة دي يضد كي كل احنا ولا دولة دا عرية دي انو وان صاحب سامي مانتا عرية دي كل احتراي ان لاك كل ما وحا كامي دها حافظة ايلي وحي دهيم وحا كن نول صدح بقول ايا افرتن كن اوقف وحي يلادن صدح بقول ايا افرتن كا كن اوقف وي سامي سي دي بعد طبع دعايسة دلنتي نقول دعايسة دي ما شذلة توجا شذلة دل كي توري ذلة واحد إن أجاذة هنا يدي بعد تبض أنا كمان هاي صار نعب سنة إنه أو إدو البارج جحسن تهين أجاذة بيد هين عرورة وحبرة نيسة إسكول كشوكتها هنا يجون عبسي كنو ليهين هنا وحبرة شد هوس بعكرته نايبرك دت كواوين والدين تا هنا عب سنة يان هنا لما نضت كي إسلو أجمن أو هايست أتنشن كل دعاي أو إلا حدت والولسينهين براس إنه قد يدرس في عروتي كان على ناي والدينتي سك الصباح أنا قلت ولا لها قالقة ولا لها يارا وما دصوا معيال وح على الوح بينه مطري وح الوب هني الفعل وح بضم بلا شيء وح لا شيء وح لا جاي من هالك حفيز كل جت تجو وح حاسم شقيو لما وح نوش شيء يا وما دصوا معيال قال هم قرب شوفته دت كل دجال عندنا وجان كوك صوبتهاي إيه إنه ولا شقي إنه هو ينك صوب معيال وح نورن لها إنسان عرور لقى هذا إيه رجبة لحذين والدين تني ولا هذا على المهر المهر اللي فهمه المهر اللي فهمه تربية الأولاد وحكست على جه الله المها لما فهمي الدورة لما نفهمي ولقي إلا والدك يفهمه إلا والدك يسكح ربه والدك مين يسفه إنسانية وسؤالي لبا شاركو مين يسفه إنسانية هاي صدح دمرهان مين يسفه إنسانية هاي صدح لا سأل هني المه يسدي له فهمية المه يدبها تهاي ستة المه والدك ما فهمان ماشي يكون ولين دب كان عكها ستة يسكول كحبي كتبنا يان عرورتي أيا إن أجا سيد بدن حسي أهات ولا لا يا ليب كوينا وده سامي واللي بريدوا على واحد كودر تاع إن أنا حيصنا ضد بدن أو جل إن عاوية أباهم ها ولا لا يا هبيني ما لين بيدو ها والله هبيني ما لين بيدو لدو هذا يسا ما عاوي نكو حلو طبعا قف جارسية أو فرنكينا وحن كول طبعنا طبعا كون بين جارسين كلا كريجين لأنه كليب تاير بيجا حتى إن يملي يسبي بريد جستان ولا لا يا لو حن يدين أرن لها أنا يدين كبرين يا أنا مركز يدين شيء جيا aynu shaqeyno way ino laaday inaynu hurdo seexano waxaan u sheegayaa umada Soomaaliyeed gaar ahaan maaragtay walaalaha Soomaaliyeed ee ragga walaalayaal oo garab ninkama maarano rag iyagii baan fahmi laanaa hadaan carurta aan fahmiina waa maya en si kastaba ha noqotee anaku eed ma wadna walaalayaal meel kasta hooyaa joogta xafiis kasta hooyaa joogta meel kasta laga hadlayo carurtu ma roob la dhac ma wax irka ka yimid ba walaalayaal baashi biye habeenki soo raacda ayaa roob la dhacay ayaa roob la dhac oo banaan kuma lagu arkaa caruurtani ma roob la dhacba ma eeliyan cirka ka soo dhacayba miyeyna dad dhalin miyeyna dad lahayn hadal iyo dhammaan uma baahni inaynu seexanno caruurteenu oo banaanka joogta hadduu wiilkaaga yahay iyo hadduu ahayn uma baahnin inaynu guryaha walaalayaal ku jirno aynu isgarabsanno aynu iswaanino aynu in badan ka shiro arrintan kow iyo laba ma arrintani dhammaan waxay u taalaa community-yada oo dhan gaar ahaan dadkeena u taala aad baad maasantiin waxaad u raacisaa aan waxa kalmadii ku darsanaysaa Saynib Xaaji Saxiibay ee kugu darsan oo Saynib u gudbi waxaad raacisaa Ridwaanay dadka ee community-ga xaafada Eelin ku dhaqan maadaama oo nolo sheegay in hadda dhibaatooyinka ugu badan ay Eelin ka dhacday waxaad u sheegtaa lambarada ay la soo xariiri karaan iyo caawinta inanka uu diyaar ka inuu caawiyo dadka Soomaaliyeed ee xaafadahan Eelin ku nool wallahi aan hadda lambarkii dhagada kama haya laakiin meelo badan bay iman karaan yusko dhalinyarta inaan kuush la shaqeeyo way la way ana kan wayna la soo meel kasta way la soo xiri kara qofkii walaal doonaya qofkii doonaya inuu maaragtay la xiriiro dadka meel walaal macaan ay meel kula xiriiro muunan wayn meel kula xiriiro marka walaal ga caliso qofka duur rabo inuu waxan fahmaba horta waxa ka horay qofku ma fahansan yahay dibku halku maray way dhahayeen iyaga xataa way noo sheegeen ma fahansan tihiin bay dhahayeen dhibaatadu halka ay garaacayso ninku wuxuu yiri oo kale haduu ay cad jirto ama ay dhibaato jirto qofkaas wuxuu yiri garan karaa ku dhici karaa dil
marka waxay leen ogaada indhaha ku haya ilmihiina keeba araysan keeba muuriya yani wax badan ba maanta la soo sheegay walaashin sayid ba inoo sidoo kale sidaan uga hortagi karnaa matana caruurti dadku waxa inta badan dhacdo in la eedeeyo caruurta kaliya markay dhibaatada geystaan lagu yiraa asaga sameeyay asaga dhahay maxaa anuga tin age ka oo ka hortago oo loo sheegi karaa wallahi walaal dadkeena aan waxaan oran karaa waa ilmo meed canaanta dadkeenu canaantoodu waxay gaadhay meelo badan runtii canaan wax ma tarayso dad waynu walaal macaanay halkan runtii dad dhaga adag baynu isma dhegaysano dhasheenii baa badan dhasheenii oo badan inankii oo dhaga adag inankii oon soo dhawaanaynin waxyaalo badan baa iska jirjiray runtii kribtina kuma soo koobi karayo walaashay baan siinaya codka waxa uu intaasi ku daray oo aad iiga argagixisay wuxuu yidhi waxa suurtagal ah in ay diisembar dhacdo arintan oo kale dilkan oo kale waanu sugaynaa diisembar maadaama shan bilood gudaheed afar qofood oo soomaaliya waxa la dilay wuxuu yidhi diisembarna way soo socotaa buu dhahay dhibkan waanu sugaynaa buu dhihi dil horlihi waayo buu yidhi dadku waxay abuurmay buu gaan iyo is-uruursi fara badan waanu sugay baan ahay dhibka ilaahay dhib nooma keeno waxaan u baahannahay inaynu ka hortag fara badan samayno waxaa la dilay wiil yar bak royal ciidii lagu dilay waa la garanayaa backtoy baa lagu dilay kow inankii kalete waxaa lagu dilay watl avenue greenford inankan yare kale hadda waxaa lagu dilay meydkiisu yaallo lady margaret shan bilood gudahood community laga dilay ma jirto intaasoo ilmoodna way dhaawacan yihiin oo dhaqtaradii ku jireen wlibaaa isgarabsano ilaahayna aynu barino fafir